أرحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج المرصد، واليوم نلتقي وياكم لنحلل معا الدائرة الثالثة بعدما حللنا الدوائر المتبقية بدولة الكويت. واليوم هناك حدث مهم جدا، وهذا الحدث يؤثر على مجموعة من الدوائر، ولكن أعتقد بأن الاسم الأبرز بهذا الحدث اللي حصل اليوم هو بالدائرة الثالثة. ولكن قبل أن أعرف بما جرى تحديدا اليوم، وما أعتقد لا أعتقد بأنه خافي على أحد، دعوني أرحب بضيفنا العزيز الأستاذ ناصر العبدلي بيوسف، حياك الله معنا. الله يحييك. والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وعودة حميدة بإذن الله، وشرفتنا في البرنامج مرة أخرى وافتقدناك البارحة. إن شاء الله. عموما اليوم بيوسف بإذن الله نتحدث عن الدائرة الثالثة، ولا يمكن أن نتحدث عن الدائرة الثالثة دون أن نتطرق إلى ما جرى اليوم وما جرى قبل سويعات قليلة، وتحديدا في هذه الساعة الأخيرة، هو شطب بعض الأسماء التي اعتقدت بأنها عادت إلى المشهد مرة أخرى. وتحديدا اليوم نتحدث عن مجموعة من الأسماء البارزة، أبرزها النائب السابق والمرشح الحالي للمجلس الأموي اللي تم شطبها أستاذ صفاء الهاشم، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماء بدر الداهوم وكذلك فرح صادق. هذه الأسماء اللي كانت يعني منافسة ومن ضمن الشيخ مالج الصباح. نعم الشيخ مالج الصباح هو أصلا لم يعد إلى المشهد، كان مشطوب منذ البداية، والاسم اللي اعتقدت أنه أيضا راح يكون مشطوب، وقلت الحلقة اللي طافت هذا الاسم إذا ما شطب الحين أثناء وجوده في مجلس الأمة سيشطب، هو خالد النيف المطيري. وبالفعل اليوم رأينا هذه الأسماء يعني طلعت بقرار منعها من الترشح. اليوم نتحدث عن الدائرة الثالثة وعن أبرز الأسماء في الدائرة الثالثة اللي تم منعها من خوض العملية الانتخابية. دعنا نتحدث عن يعني مدى تأثير هذه الأسماء وانسحابها وابتعادها عن المشهد على بقية المرشحين. هو طبعا الحديث عن صفاء الهاشم في الدائرة الثالثة كونها الأبرز، كونها الأبرز وكونها اليوم احنا نتحدث عن الدائرة الثالثة. نعم. وطبعا راح يستفيد منها يعني في الأساس أتوقع أن أحمد نبيل الفضل هو المستفيد، المستفيد الأول. نعم. من غياب الأستاذ صفاء الهاشم عن الانتخابات، وإلى حد ما ممكن أن يكون دكتور هشام الصالح. شو اللي خلاك يعني تختار هذه الأسماء دكتور؟ يعني هشام الصالح هل بحكم التيار اللي كان يجمعهم؟ صحيح. تيار مسار؟ صحيح. نعم. هو طبعا العلاقة اللي تربطهم بكذا تنظيم سابق، وأعتقد للحين قائم هذا التنظيم، لكن نفى الدكتور هشام الصالح انتماءه. هو قريب حتى وإن لم يكن منتمي تنظيميا لهذا، هو قريب من هذا التيار وقريب من شخوص التيار، فهذه لها تأثير أعتقد، وراح يستفيد من أصوات الأستاذ صفاء الهاشم. الأول هو المستفيد الأول هو أحمد نبيل الفضل، لأن يعني الجمهور صفاء وجمهور التيار الوطني المرحوم نبيل الفضل كان هو نفس الجمهور تقريبا، فيعني الاثنين هم يستفيدون يعني أحمد وهشام الصالح. نعم. إذا مرة أخرى أعود لأتحدث بداية عن هذه الدائرة ومجريات هذه الدائرة. كنا نتحدث بالحلقات اللي طافت عن أبرز الأسماء اللي ممكن أن تكون يعني مرشحة للوصول لمجلس الأمة، وقد ذكرت بأن أبرز هذه الأسماء صفاء الهاشم. صحيح. اليوم خلاص فقدت هذا المقعد بصفة رسمية بعد هذا القرار، والمستفيد الأول لربما يكون أحمد نبيل الفضل هشام الصالح. ولكن عندما تحدثت بيوسف الحلقة اللي طافت عن هذه الأسماء، أحمد نبيل الفضل ما أعتقد أنه كان ضمن دائرة المنافسة، كان الأبعد عن هشام. هو ما يعني هو يحقق أرقام في الانتخابات الماضية ولا وجود على الساحة، وأتوقع أن يحقق أرقام أكثر يعني فيما لو كانت صفاء الهاشم موجودة، لكن الآن جزء كبير من جمهور صفاء الهاشم راح يروح لأحمد نبيل الفضل، وممكن أن يستفيد من الآخرين. يعني لا ننسى أن الدائرة الثالثة يعني هناك شخص غاب عنها وهو النائب السابق فيصل الشايع. نعم. بإرادته لم يترشح لهذه الانتخابات، والآن صفاء الهاشم، ولذلك صار يعني فرصة للشباب مثل أحمد نبيل الفضل، وتحدثنا عنهم الحلقة الماضية، يوسف الفضالة والبابطين ورشيد والمضف، هؤلاء أصبح لديهم فرصة أكبر في أن يكونوا جزء من البرلمان المقبل. نعم. مرة أخرى دعني الآن أعود لأرسم مشهد معك بيوسف، وكنا نتحدث عن هذه الدائرة وقد أطلقت عليها اسم الحلقة اللي طافت، أسميتها بدائرة
فكر لماذا تسمى بدائل؟ لأن يعني كان جزء منها المرحوم دكتور أحمد الربعي. نعم. وكان هناك كثير من المرشحين يعني الذين يحملون أفكار في التغيير وفي التطوير للعملية الديمقراطية، ولذلك يعني كثير من الناس كانوا يطلقون عليها دائرة الفكر. نعم. لذلك هي سميت بهذا الاسم. صحيح. والبعض يرى بأن هذه الدائرة هي الأكثر غموضاً، هل صح بيوسف؟ يعني هو الغموض جاي من أن أول تجربة للصوت الواحد. نعم. يعني لا ننسى أن هذه الدائرة الشريحة الحضرية فيها فقط تقريباً 40,000 ناخب، وهي لم تكن مشاركة في الانتخابات الماضية بشكل كبير. نعم. ثم نأتي إلى قبيلة عتيبة، وهي قبيلة النائب دكتور فيصل مسلم، أيضا غابت يعني حتى لو بشكل جزئي عن المشهد الانتخابي. كل هؤلاء راح يشاركون في هذه الانتخابات، وأنا أعتقد أنه راح تتغير حتى الأرقام، رقم الأول ورقم الأخير راح يتغير خلاف الانتخابات الماضية. نعم. بيوسف دعني مرة أخرى أعود لهذه الدائرة بشكل مختلف. قلنا بأن هذه الدائرة يعني تضم العديد من التيارات، يعني ولربما كل التيارات شاركت بهذه الدائرة بشكل واضح، يعني التحالف الإسلامي الوطني موجود، أتحدث عن المسار موجود، أتحدث عن الحركة الدستورية موجود، أتحدث عن التجمع السلفي أيضا موجود، أتحدث عن المنبر الديمقراطي بشكل ما أو بآخر هو موجود، يعني هناك كثير من الأسماء اللي شاركت فيها المرة. دعنا مرة أخرى نعود إلى هذه التيارات، نقسمها مرة أخرى، نرى حظوظها بعد غياب أبرز المرشحين. أبتدأ معك بالحركة الدستورية الإسلامية، ومن الأبرز منهم، من هو من ضمن التيار، من هو المتمرد عن التيار، وحظوظه. هو يعني هاي الدائرة الثالثة ليس هناك مرشح للحركة الدستورية سوى المحامي محمد دلال. نعم. وطبعا دلال كان نائب في مجلس 2012. نعم. وقاطع وأبطل هذا المجلس، ثم قاطع، ثم عاد الآن للمشاركة في الانتخابات. طبعا هناك أسماء يعني ليست مرشحة ومعتمدة من الحركة الدستورية، مثلا مثل عبد الله الكندري. نعم. عضو مجلس البلدي، وأتوقع أن يعني راح يعني يؤثر وجوده على عبد الكريم، لا يؤثر وجوده على الحركة الدستورية اللي هي المحامي محمد دلال، ثم أيضا يؤثر على الشريحة اللي تحدثنا عنها، الشريحة الأصغر في الدائرة الثالثة وهي تقريباً 4,000 صوت. نعم. شريحة الكنادرة والفوادر والعوضية راح يؤثر عليهم، على عبد الكريم الكندري بالتحديد. ولذلك حظوظ محمد دلال يعني قوية جداً في الوصول إلى المجلس، لأن ليس هناك منافسة قوية. غياب يعني أسماء مثل فيصل الشايع، مثل صفاء، ممكن يستفيد منه كل المرشحين بشكل أو بآخر. هناك يعني اندفاع قوية داخل الدائرة من المقاطعين في الفترة الماضية، وهناك حماس للمشاركة، ولذلك هذا يؤثر كثيرا على حظوظ مرشحين الحركة الدستورية ومرشح الحركة الدستورية. إذا ترى بأن محمد دلال هو الأكثر نصيبا للفوز بحكم انتمائه للحركة الدستورية، عبد الله الكندري هو غير ممثل بشكل رسمي ولكن يؤثر على محمد دلال، هذا ممكن يقلل رقمه، يعني يقلل رقمه او يضعف من حظوظه اذا كان هناك. نعم. يعني اتجاه من اعضاء او قواعد الحركه الدستوريه الى عبد الله الكندري. نعم. قبل ان انتقل عن عبد الله الكندري، عندنا عبد الله الكندري وعبد الكريم الكندري. عبد الكريم الكندري اللي كان مشارك في الانتخابات التي مضت ولكن استقال، قدم استقالته، ومن ثم عاد المشهد مرة أخرى اليوم منافس وبنفس النفس. أبو يوسف، هل تجد بأن عبد الله الكندري وعبد الكريم الكندري لهم حظوظ في هذه الانتخابات؟ يعني عبد الله الكندري حظوظه يعني ليست قوية أيضا، يعني هو كان في الانتخابات الماضية يعني التاسع، كان المركز التاسع، والأرقام يعني ليست قوية، هي انعكاس للشريحة الاجتماعية. عبد الكريم. نعم. ولم يكن هناك منافس له في الدائرة،
من شريحته، واعتقد هذا يؤثر كثيرا على حظوظه في الوصول الى هذه. يعني الكنادره في ذاك الوقت ال 4000 كانوا كلهم موجهين له، يعني هو مو الكنادره مو 4000، وكل تقسيمات اللي تكلمنا عنها الكنادره والفودري العوضي نعم. وبعض المجموعات الاخرى 4000 هي توجهت له 4000 صوت، ولذلك يعني توزعوا بين عبد الكريم الكندري وبين فيصل الشايع، نعم، باعتباره ينتمي الى نفس الشريحه. غياب فيصل الشايع دخول عبد الكريم، غياب فيصل الشايع يفيد عبد الكريم الكندري، ولكن دخول عبد الكريم الكندري نعم. لكن مع ذلك انا اعتقد ان حظوظ يعني الارقام راح تزيد، فلما اذا ما استطاعوا ان يزيدوا ارقامهم، لان انت عندك شريحه 4000، لكن من يضمن ان الشريحه جميعها تاتي لتصوت وجميعها تصوت، او من ياتي يصوت لعبد الكريم الكندري او عبد الله الكندري، اكيد لهم يعني خيارات اخرى. نعم. لذلك هذه تؤثر على المرشحين، لكن ارتفاع الارقام سيؤدي الى اضعاف من كانوا في المركز التاسع والعاشر. نعم. قبل انتقل من هذه الاسماء اللي امامي ابو يوسف، محمد الدلال من ضمن ال 12 تتوقع انت اذا اخترنا اسم؟ نعم صحيح. عبد الله الكندري من ضمن ال 12؟ عبد الله لا، عبد الكريم كندري. عبد الكريم وارد انه يكون ضمن 12، هو الابرز والاقوى، يعني التجربه السابقه يعني تقول انه هو الابرز. تمام. هو ينتمي كنادرة. يعني لا ينتمي لاي تيار، ولكن قلت حسب الانتماء يعني العائلي الشريحه الاجتماعيه. نعم. تمام. انتقل الان من الحركه الدستوريه الاسلاميه الممثله بمحمد الدلال والتي ايضا ينتمي اليها عبد الله الكندري باستحياء كما ذكرت، ننتقل الى التجمع السلفي، واعتقد بان عندهم ايضا مجموعه من النواب السابقين الوزراء السابقين في هذه الدائره، لنتحدث عنهم. هو طبعا التجمع الاسلامي السلفي المرشح المعتمد دكتور علي العمير. علي العمير، وكان هو الاول في الانتخابات الماضيه. نعم. ولا زال يحتفظ بقواعد الصداره يعني. نعم بالصداره، اتوقع انه اذا لم يكن الاول هو الثاني في الدائره، يعني هو التنافس بينه وبين دكتور خليل ابل. نعم. على المركز الاول والثاني، لان هم كانوا يعني علي دكتور علي العمير لم يفقد يعني خلال الفتره الماضيه كانت مواقفه واضحه وظلت قواعده السلفيه. طبعا هناك انقسام بسبب خروج خالد السلطان على الاجماع السلفي ونزول عمار العجمي في هذه الانتخابات. نعم. عمار العجمي ليس تنظيميا مرتبط بالتجمع الاسلامي السلفي، ولكن قواعد السلف في بعض قواعد السلف خاصة في منطقة الشامية تدعم عمار العجمي، ولذلك ربما يؤثر قليلا على العمير، لكنه ليس بالتأكيد سيؤثر على موقعه في الصدارة. إذن ممثل التجمع السلفي علي العمير وعمار العجمي، ومدى وجودهم بال 12 اسم المنافس، علي العمير موجود؟ موجود علي العمير، وعمار العجمي موجود من ضمن ال 12. من 12 نعم متوقعين. تمام. هذه هي الأسماء اللي عندي في البداية. إذا أنا معاك حددنا 4 أسماء حتى الآن، هذه الأسماء الأربع من ضمن أو من بين 12 اسم، يتبقى لدينا 8. إيش رأيك نروح فاصل يوسف؟ يلا. نرجع نناقش اللي عندنا بقدر المستطاع. أوكي. فاصل نرجع نتواصل معاكم مرة ثانية ضيفنا الكرام. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معكم في برنامج المرصد. مرة ثانية أبو يوسف، تكلمنا عن الحركة الدستورية الإسلامية، تكلمنا عن التجمع الإسلامي السلفي، الآن أود أن أطرق إلى تيار مهم جدا وهو التحالف الإسلامي الوطني ممثلا بالدكتور خليل أبل. خليل أبل، كيف ترى حظوظه خصوصا أن في الانتخابات طافت، ما أدري إذا عندك المركز اللي محققه؟ كان الثاني. كان بالمركز الثاني. نعم. بالمركز الثاني في وجود المقاطعة. صحيح. هل مع عودة المقاطعة محمد الدلال، عبد الكريم الكندري، اللي عبد الكريم كان أيضا موجود، ولكن مع عودة محمد الدلال وعمار العجمي دخوله كعنصر جديد، علي العمير اليوم ومدى التفاعل، شنو ممكن أن يكون حظوظ الدكتور؟ هو الدكتور خليل أبل يعني قواعده ثابتة موجودة. نعم. ورقمه أتوقع أنه راح يحصل على رقم أكبر من الرقم السابق، يعني يفوق الرقم الثالث، يفوق الرقم السابق، لكن لا أحد يعرف الآن بعد دخول المقاطعة مرة أخرى للتصويت
كيف تكون الأرقام الأول كم والأخير كم رقمه؟ يعني كم تتوقع مركزه يكون؟ يعني أتوقع إذا لم يكن الثاني، وأنا يعني أتوقع الثاني سيكون الثالث من المراكز الأولى. نعم. خليل أبو، لأن هي القواعد، القاعدة ثابتة والشريحة ثابتة. طبعا يعني شيعة بشكل عام إجمالي لا أتوقع أن يحصلوا عليه أكثر من مقعد. ليش أبو سلاح صنع أكثر مقعد على الرغم أنه وجود بعض الأسماء؟ على سبيل المثال إذا جئنا إلى أيضا الجماعة الإحسائية موجودة ممثلة به هشام البغلي، عندنا الدكتور الخبير الدستوري هشام الصالح أيضا موجود. صحيح. هو يعني أنا دائما أركز على الشريحة الاجتماعية. نعم. في غياب التيارات السياسية والأحزاب هذه هي البديل والأوضاع، هناك شرائح تنطلق منها كقاعدة لك. فهشام الصالح لديه يمكن أكبر قاعدة في الدائرة اللي هي الجماعة الإحسائية. إحسائية. لكن يعني واضح أن هناك غياب لهذه الناخبين هذه الشريحة. ليش؟ وربما تتوزع على المرشحين الآخرين، لا أحد يعرف. يعني نتائج الأستاذ هشام البغلي يعني كانت متواضعة إلى حد كبير، لا تقارن بعدد الناخبين في هذه الدائرة من هذه الشريحة. نعم. يفترض أن يكون يعني الرقم أكبر من هذا الرقم. هشام الصالح، الدكتور هشام الصالح ليس له قاعدة واضحة. نعم. اجتماعية، ولذلك من الصعب جدا تحديد الرقم الذي سينطلق منه حتى نقيس إمكانية حصوله على مقعد في الانتخابات المقبلة أم لا. وما لم يكن هناك قاعدة واضحة سواء تيار سياسي أو شريحة اجتماعية واضحة، من الصعب أن يعني تقيم مرشح. نعم. إذن ترى بأن الأكثر نصيبا للفوز من الطائفة الشيعية الكريمة هو الدكتور خليل أبل، وهذه الطائفة لن تحقق إلا كرسي واحد. يعني بعد عودة المقاطعين ونظر يعني، وإذا يعني تابعنا كل الشرائح الموجودة وأرقامها، يعني لا أتوقع أكثر من مقعد. في ظل غياب صفاء لن يكون المقعد للمنافسة الأبرز يعني، وهم أعتقد يعني ممكن يستفيد هشام الصالح من غياب صفاء، لكن ليس استفادة التي هذه الدائرة ما تطلع إلا واحد. إيه صعبة جدا. تمام. ايضا تحدثنا ايضا بقيه التيارات ابو يوسف، من التيارات الاخرى اللي ممكن نتكلم عنها بعد حديثنا عن الحركه الدستوريه والتجمع السلفي والتحالف الاسلامي الوطني؟ يعني هو المنبر طبعا غير موجود لانه اعلن انه ما راح يشارك. لو المعلومات تقول انه يعني كوادره قاعد تشتغل الان لبعض المرشحين مثلا، يعني الشباب الموجودين في الدائره، يعني هناك اربع مرشحين: يوسف الفضال، عبد الوهاب البابطين، عبد الوهاب رشيد، مهند الساير. هذه مجموعات شبابية. هل كلها مدعومة من قبل التيار؟ يعني ليست منتمية للتيار، وهي تستفيد من أجواء التيار. يعني اليوم المنبر الديمقراطي أو التحالف الوطني الديمقراطي هم واجهة للشريحة الحضر، يعني هي واجهة اجتماعية أكثر منها واجهة سياسية حقيقية. لذلك تجد بأن هناك عمل ولكن يعني بالخفاء. حتى وإن كان غير منتمين لهذه التيارات تنظيميا، لكن النفس موجود لدعم هؤلاء الشباب. وأنا أعتقد الأبرز من هؤلاء الشباب هو يوسف صالح الفضالة، ويمكن أن يستفيد من غياب فيصل الشايع ومن غياب أيضا صفاء الهاشم لتحقيق مقعد في المجلس المقبل. نعم. إذا أبو يوسف لم تتحدث عن رياض يعقوب الصانع. عفوا، يعقوب الصانع هو من المرشحين الاثنى عشر اللي تكلمنا عنه. ولكن من أي تيار تحسبه؟ هو يعني لا ينتمي لتيار معين. نعم. كان يعني استفاد من موقعه كوزير وموقعه كنائب سابق. شلون استفاد؟ يعني حقق يعني شعبية أكبر. نعم. عكس زملاء البقية زملاء الذين يعني تراجعوا، مثل عبد الله معيوف. نعم. هو حقق شعبية أكبر لإنجازات، سجل، استطاع أن يسجل شيء في الفترة الماضية، ثلاث سنوات الماضية. وأيضا غياب فيصل الشايع وغياب صفاء الهاشم لصالحه ممكن أن يفيده أيضا في أي تحقيق موقع متقدم على الأقل
وليس الحصول على مقعد في البرلمان موقع متقدم في نتائج الدائرة. نعم، كيف ترى حظوظ النائب السابق والمرشح الحالي لمجلس الأمة عبد الله معيوف؟ عبد الله معيوف هو الأضعف، هو لا ننسى أن عبد الله معيوف لم يكن موجود في المجلس السابق، يعني لم ينجح في الانتخابات الماضية، هو نجح فقط في الانتخابات التكميلية. نعم. وهذا مؤشر ضعف، وأتوقع أن نتائج راح تكون أقل. يعني حتى ألا يوجد رضا عليه يعني؟ يعني ما كان هناك يعني شيء يسجل خلال الفترة الماضية ممكن أن يضاف له. تقصد بالتكميلية الأولى بعد انسحاب النائب السابق صفاء الهاشم؟ بعد استقالة صفاء الهاشم واستقالة الكندري عبد الكريم. نعم. هو استفاد من غيابه. وصلوا اثنين اللي هما عندنا عبد الله معيوف وعلي الخميس. علي الخميس لا ما اعتقد، علي الخميس بوفاة النائب السابق نبيل الفضل. يعني هو كان هناك مرشحين عبد الله معيوف و لا يذكر الاسم بعد شوي ممكن يمر علينا، اذا عندك الاسماء موجوده. هي موجوده عندي بس مو مسجل البديل، بعد شوي نمر عليها اكيد واحنا نقول اسماء. راح كان هناك بديل الصفاء الهاشم وعبد الكريم الكندري. البديل كان منه بدالهم عندنا قلنا عبد الله معيوف. عبد الله معيوف حصل على مقعد، وفارس العتيبي. احسنت، فارس العتيبي يوسف قناص ما شاء الله عليك تبارك الله. فارس العتيبي. طيب ابو يوسف، ما سالتك عن اسامه الطاحوس، وأسامة الطاحوس من الوجوه الشبابية الجديدة التي تعمل بجد. المرة اللي طافت كان موجود في المركز العاشر ولكن سقط بعدما تم الشكوى. صحيح. اعتقد بأن الشكوى تمت عليه وبعد إعادة الفرز فقد هذا المقعد. الآن نراه يعمل على قدم وساق وحضوره في الدائرة جيد، أيضا الجهاز الإعلامي اللي قاعد يعمل له هو جيد، فشو تقييمك له؟ هو نزل أسامة، نزل بالتكميلي. نعم. وما حالف الحظ، واعتقد ان الان صارت فرصته اصعب في الحصول على مقعد، لان هناك مرشحين شباب اكثر بروزا واكثر نجوميه على الساحه اللي هم نتكلم عنهم الفضاله والشهيد وباطين والسالم الاربعه، يعني هؤلاء اقرب الى الشريحه الحضريه من اسامه الطاحوس. اسامه الطاحوس يراهن على قبيله عتيبه ولا ينتمي لتيار سياسي، ليس لديه تيار سياسي، وهذه ممكن تأثر عليه. طبعا هو التيارات السياسية محسومة لأن لديها القدرة التنظيمية بحيث يمكن قياس قدرتها على الوصول من خلال قواعدها ومن خلال تأثيرها في الانتخابات. نعم. لكن الشخصيات المستقلة التي تعتمد في جانب على القبيلة وفي جانب على الشريحة الحضرية، أنا أعتقد من الصعب قياسها. الآن هناك مرشح سعدون العتيبي، مرشح مهم جدا في قبيلة عتيبة، فارس العتيبي، وهناك أيضا مرشحين فارس العتيبي بالتشاورية. لا أعتقد أن قبيلة عتيبة عملت تشاورية، هو محمد الجبري وفارس العتيبي وسعدون حماد نازلين، وأعتقد في مرشح رابع، لكن من الصعب جدا أن اللي هو الطاحوس. لا غير الطاحوس، في واحد بعد نازل، واعتقد من الصعب جدا انه يستفيد يعني من القبيله في ظل هذا كل هؤلاء المرشحين. نعم. اذا بيوسف انا بطلع معك فاصل، ولكن خلينا شوي نرجع على الواتساب نشوف ابرز التعليقات اللي عندنا. اعتقد بان هناك اسم ايضا شاب لم تتطرق اليه، عبد المحسن الخلف السعيد، هو من دائره ثالثه، وهو ابن يعني احد الاعضاء البارزين في المجلس التأسيسي إذا ما خانتني ذاكرة، وأيضا يعتبر وجه جديد، كيف ترى حظوظه؟ يعني عبد المحسن إذا رجعنا لنتائج والده في الانتخابات الماضية، يعني يمكن أن من الصعب جدا أن يعني يمكن يمهد للانتخابات المقبلة، لكن لن يتمكن من تحقيق النتائج في هذه الانتخابات. طيب يوسف عندك ورقة وقلم؟ تعلن عن الأسماء الاثنى عشر بعد الفاصل؟ إن شاء الله. يعني واضحة بالنسبة لك الرؤية؟ أنا عندي موجودين. يعني أنا حسب اللي أعطيتني إياها الأسماء اللي أعطيتني إياها أبو يوسف وصلنا تقريبا 13-14، ولكن نقدر يعني نصها. إحنا نتكلم عن بشكل عام عن بس، لكن النواب اللي هم قريبين من دائرة التنافس ما حددناهم ب 12. تمام.
تعتقد قبل أروح فاصل يوسف تعتقد أن في عنصر مفاجأة سيكون في هذه الدائرة أو تحديدا في هذه الانتخابات؟ وارد اللي يعني هم من وارد من الأربعة، إن الأربعة الشباب واحد منهم يحمل عنصر مفاجأة؟ وارد يعني أكثر من واحد بعد ممكن. تمام، أروح معك فاصل وبعدها نرجع نعلن عن الأسماء الـ12 اللي يدورون في ضمن دائرة المنافسة. اكتبهم أبو يوسف. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم في برنامج المرصد. يا ابو يوسف عندك الـ12 اسم او 13 اسم موجودين جاهزين نعلن عن هذه الاسماء والاسماء اللي ما ناقشناها قبل شوي بالتحليل، اسمح لي ان اوقفك عليها. توكل. المركز الاول تعتقد لصالح من؟ يعني المراكز صعب ان تحديدها. اوكي عطنا 13. لكن انا اقول لك علي العمير من المراكز المتقدمه. علي العمير واحد. نعم. خليل ابل، دكتور خليل ابل. علي العمير بحكم التيار يدعمه. نعم. خليل ابل بحكم يعني التحالف الاسلامي الوطني. صحيح. بعدين روضان. على اي اساس اخترت روضان؟ يعني ينتمي للشريحه اللي هي الاكبر، الشريحه الحضاريه، وعائله الروضان يعني عائله قديمه جدا. ولها علاقات عميقه داخل الاسر او الشريحه الحضاريه وغيرها من الشرائح الثانيه. غير انه كان وزير. وكان عنده خدمات كنائب، يعني رجل يعني محقق كثير من الانجازات. تمام، ننتقل للمركز او الرابع. جمال العمر. نعم. بحكم جمال العمر يعني موجود على الساحه نائب يعني، وكان محقق ارقام يعني جيدة في مرة خسر في انتخابات يمكن قديمة لكن يمكن بالأربع أصوات، لكن نعم بالصوت الواحد حقق يعني أرقام جيدة. نعم، هذا يدل على أن حظوظه جيدة، يعني فرصة كبيرة جدا. جمال العمر هو أوكي. محمد الجبري بحكم أنه من قبيلة عتيبة، عندهم أكثر تقريبا 4000 صوت وأكثر. نعم. بعد يعقوب الصانع تكلمنا عنه. اوكي، هذا السادس. بعد عبد الكريم تكلمنا عنه بحكم انه شنو بيوسف يعني لو يعني شريحة اجتماعية يعني عندها رقم جيد وراح تساعده يعني. نعم. بعدين سعدون حماد هذا الوافد الجديد للدائرة، اثر على حظوظ قبيلة عتيبة في يعني الدائرة. هو راح يحصل على كثير من الاصوات من نعم القبيلة. يعني هل لو عدم وجوده هل كان ممكن يكون لصالح احد اخر من قبيله يعني كان يعطي فرصه لفارس العتيبي مثلا او ابناء القبيله الاخرين للوصول. نعم. هل تعتقد انتقاله للدائره الثالثه جاء بتشاور معهم؟ انا اعتقد انه هو يعني دائما نقول عنه انه محترف انتخابات. سعد بن حماد نزل بالدائره الخامسه وحقق نجاح، ونزل بالدائره الثالثه، وهذا اقول لك انه هو يعرف بالضبط كيفية عمل الانتخابات ويستفيد من كل التناقضات داخلها. نعم. بعد باجي عندي 4 أو 5 يعني وليد طبطبائي، دكتور وليد طبطبائي على شنو اعتمد؟ يظل منافس في الساحة. على شنو اعتمد بعد ما كان مقاطع؟ تاريخ القديم، مشاركته في مجلس الأمة عضو لأكثر من دورة برلمانية. هو قريب من التيار السلفي وله علاقات وتحالفات واسعة خاصة مع يعني المجموعات اللي هي جزء من الصراع على السلطة. هل له علاقة بثوابت الأمة؟ وقريب من ثوابت الأمة. يعني استفاد من الطرح الطائفي في كثير من الأحيان في الانتخابات، وهناك يعني جمهور لهذا الطرح كما تعرف. نعم. هذه 9 أسماء. بعد عمار العجمي بحكم أنه يحصل يعني قريب من التيار السلفي والتيار الإسلامي بشكل عام. قبيلة العجمان والانتماء، قبيلة العجمان عندهم أكثر من 1500 صوت. نعم. فيستفيد منها. نعم. بعد عندك يوسف صالح الفضالة من الشباب، هو الأبرز ما بين الشباب. بحكم والده يعني؟ بحكم العلاقات الواسعة عند العائلة يعني. نعم. عائلة الفضالة عائلة قديمة وجزء من الشريحة الحضارية، وعدد الشريحة كبير يعني وصلنا 40,000 مرشحين، هم يعني أقل من أو يعني يصلون إلى 5 إلى 6 مرشحين
هذه الشريحة، وأعتقد أنهم في رصهم اللي هم الأكبر الشريحة الحضرية. بس وايد أبو يوسف اعتمدوا عليها الشريحة ولا عادي يعني توصل ثلاثة أربعة؟ الفضالة، البابطين، الرشيد، روضان، مهند الساير، روضان، روضان. نعم هذا ال 11 اسم يوسف. هناك يعني مفاضلة بين أحمد النبيل الفضل. نعم وارد أنه يكون ضمن 12، ما يكون من ضمن العشرة؟ يعني أعتقد صعبة يعني نقدر نحدد الحين بالضبط منو العشرة. يعني هناك تنافس، وتعرف أن ليس هناك أرقام أو قواعد واضحة. نعم. يمكن قراءتها بشكل جيد. نعم قلت أن في مفاضلة ما بين أحمد نبيل الفضل و ممكن هشام الصالح. ممكن أن يكون هشام الصالح يعني جزء من هل ترى بأن هشام الصالح ممكن يكون عنصر مفاجأة لهذه الدائرة ولا بعد تو الناس يعني تو يعني استطيع مبكر أن أقول لك أن يعني ممكن نحدد بالضبط. لكن يعني البعض شبه هذا المرشح بأنه الجواد السريع اللي جاء مسرع ما بين المرشحين وصل إلى مراكز. يعني هو الطرح يعني بالنهاية أنت قاعدتك الاجتماعية مهمة، يعني الطروحات ودوره كناشط في الحياة السياسية والدستورية في الفترة الماضية كان له دور سياسي مميز، طرحه مميز، لكن في النهاية تحتاج إلى قاعدة ممكن تنطلق منها. ما القاعدة التي ينطلق منها هشام؟ هو من الصعب جدا أن تحدد له قاعدة، يعني ممكن انتماء الطائفة الشيعية الكريمة، ممكن بعض المرشحين ينطلق من الصفر عنده مثل ما يقولون 1000 صوت 1500 وفي بعضهم 200 أو 300 أو 400. نعم. هشام الصالح لا يمكن بأي حال من الأحوال تحدد الشريحة، يعني ما تعرف الصفر مالته، ما تعرفه، ولذلك هو يحتاج إلى يعني ممكن يكون له حسبة الخاصة. ممكن وارد، أنا أقول لك وارد إنه ويظل هو في جو المنافسة بعد انسحاب صفاء. ممكن نشوفه من ضمن العشرة؟ أنت إن شاء الله يعني. ولا الأولوية لأسامة الطاحوس؟ طبعاً لا، أنا أعتقد إنه في هناك من يسبق أسامة الطاحوس، يعني إذا كان هناك من عاشر أو يعني ممكن يكون يوسف الفضالة. نعم. إذا خلينا نشوف مع بعض بعد إذنك أبو يوسف مخرجنا الفاضل، إذا ممكن تحط لنا الأسماء على الهواء مباشرة اللي ذكرناها إذا جهزوها الشباب عندنا بسرعة. أبو يوسف تقول اسم يطلع عندك على الهواء. نعم. خلينا نشوف الأسماء اللي جاهزة عندنا. هذه الأسماء اللي ذكرتها قبل شوي، ولكن وجود صفاء الهاشم بينها وانسحاب صفاء الهاشم اليوم يجعل أحد المرشحين الأثنين يدخل ضمن دائرة المنافسة، أحمد نبيل الفضل أو الدكتور خبير الدستوري هشام الصالح. أيضا المجموعة الثانية مخرجنا الفاضل إذا ممكن نشوفها، رضان رضان، وليد طبطبائي، عمار العجمي، يوسف فضالة، عبد الكريم، وجمال العمر. إذا أبو يوسف هذه الدائرة وسير الانتخابات فيها، هل ترى اليوم بأن الخطاب السياسي بهذه الدائرة ارتفعت الوتيرة فيه من خلال الندوات التي قدمت؟ وهل ممكن أن ترتفع الخطابات بعد وجود يعني مرشحين تم إلغائهم؟ يعني هو الخطاب السياسي عموما يعني له سقف في الكويت، يعني هناك بعض الشطحات دائما نشوفها بالندوات، ولكنها شطحات مقبولة في ظل التنافس والتسابق الانتخابي، ما أعتقد أنه راح يكون تغيير في الخطاب. نعم بوصف لما تكلمت عنك عن هالدائرة يعني تقسيمات كانت واضحة، إما اعتمدت على التيار أو على الانتماء المجتمعي، الشريحة المجتمعية، أو اعتمدت أيضا على وجود العوائل الكبيرة والقبائل في هذه الدائرة، وتطرقت إلى البعض صنفته بأنه كان نائب للخدمات التي يقدمها واستغل منصبه كوزير. إذا هل تعتقد بأن هذه الدائرة دائرة الفكر، بما أنها دائرة الفكر ويغلب عليها الحضور الشبابي أكثر، الأكاديميين بصورة أكبر، هل تعتقد بأن هذه الدائرة هي الدائرة الأقل استخداماً للمال السياسي ولا لا؟ الدائرة بعد لها نصيب؟ يعني موجود المال السياسي في كل دائرة موجود، وليس هناك مقياس يمكن أن نعرف مدى انتشار هذا المال، متى يحضر ومتى يغيب، ولكنه حاضر يعني، لكنه موجود في كل الدوائر، موجود المال السياسي. هو الأقل في الدائرة؟ يعني يقدر نقول عنه أقل. إذا أبو يوسف كل شكر وتقدير لك اليوم على التواصل معنا على مدار هذه الساعة الكاملة اللي تكلمنا فيها عن دائرة الفكر. نعم. واليوم الضجة اللي أصبحت والحادثة الكبيرة اللي أصبحت هي نقاش الجميع، وأعتقد متداولة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد أيضا بالواتسابات، يعني اليوم الواتساب أكيد أقل شيء 3-4 مرات جاي لك الواتساب يتكلم عنها، وأعتقد إذا دخلت على تويتر ممكن يكون أيضا
هاشتاج ممكن يكون في ترندنج. طفى التليفون. تليفونها دائما يطفي في اللحظات الاخيره. الكلمه الاخيره اللي تقولها ابو يوسف هو طبعا موضوع اليوم اللي الحديث اليوم بعد الساعه الخامسه هو قضيه شطب. حديث ساخن. حديث ساخن جدا. ممكن تعاطى مع شطب المرشحين. انا اعتقد يعني ما حددوا جلسه. هذا طبعا هذا الشق الخاص بالاستعجال. هناك الشق الخاص بالموضوع. اعتقد هل راح يطرح قبل الانتخابات ام بعد الانتخابات ليس واضحا حتى الان هذا الامر. لكن من ضمن الشاطب يعني موضوع الشيخ نعم لم تحدث عن الشيخ مالك الحمود الصباح. نعم يعني هو من الشخصيات المميزة. نعم الدائرة الخامسة ورجل له مواقف طيبة وباع طويل في أنت العمل. أبو يوسف يعني التطوعي. إيه أنت راهنت عليه من البداية. يعني قلت أنا أتمنى وصوله نموذج جيد. صحيح. قلت أنه ممكن أن يكون فرصة جديدة ليتبنى قضايا جديدة. صحيح. وهو كان فرصة لحسم موضوع الأفرع غير المبارك. نعم. من الصباح. نعم. لأن أفرع الأسرة الآخرين غير المبارك يحق لهم ترشح. لم يحسم الدستور وضعهم. هل هم جزء من أسرة المبارك أو أسرة الصباح التي تحكم أو أنهم جزء من الشعب الطرف الثاني من العقد؟ ولذلك هم ظلوا معلقين حتى الآن وغير واضحة الصورة. وكان هناك فرصة لأن يشارك الشيخ مالك الصباح بالانتخابات ويحصل على مقعد. ويحصل على مقعد. وأنا كنت يعني راهن على أنه يكون شخص مميز في طرحه وفي تبنيه للقضايا. لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني المحكمة رأت العكس. إن المرة اللي طافت بيوسف على المستوى الشخصي قلت أتمنى وصوله. صحيح. وكنت أتمنى وصوله أكيد رؤية يعني أنا كنت المقصود إن كنا نكسر حاجز موجود من الحواجز التي أثرت عليهم أو غيبتهم الديمقراطية في المشاركة. لأن في الحكومة وهو السبيل الوحيد لمشاركة أسرة المبارك الصباح في الحكم ليس هناك آلية واضحة ومحددة. لو كان هناك آلية في يعني في اختيار الوزراء من الشيوخ داخل الحكومة ربما كانت هناك فرصة لهم لأنهم يشاركوا في خدمة وطنهم من خلال هذا الموقع. نعم. نعم. لكن غياب الآلية لم يجد يعني لم يترك سوى أن يشاركوا من خلال الانتخابات. نعم. أنا قبل أن أنتقل عن هالموضوع لأنه موضوع مهم جدا وأتمنى أن أسكر المحور محور الشيخ مالك الصباح. المرة اللي طافت قلت إذا تم الترشح وقبوله ونزول الانتخابات وأكيد كنت يعني متوقع للفوز بمراكز متقدمة. ذكرت بأن بداية لعهد جديد. شنو تقصد؟ يعني الفرصة لكل أبناء الأسرة من غير أسرة المبارك أن يتم الترشح أن يكون جزء من عملية انتخابية وجزء من عملية ديمقراطية بحيث انهم يشاركون في الانتخابات. نعم. هل تعتقد بان يعود الانتخابات دائما عندهم يعني هذا حسم يعني حتى لو تم حكم التمييز حسم بصفه مستعجله. صحيح. بس حسم وضع الاسره من الاسر والافرع الاخرى من غير المبارك. يعني الان يعني واضح ان العمليه هي تنطبق على اسره الصباح كلها حسب حكم المحكمه وليس فقط أسرة المبارك. نعم. بينما المرشحين الآخرين اللي ذكرناهم وتحديدا صفاء الهاشم هل ممكن يكون لها عودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية بعدما تطعن لأن اللي رأيناه اليوم بصفة مستعجلة؟ لا هو خلاص يعني إذا قضي الأمر. إذا المحكمة ما حددت جلسة قبل يوم السبت أعتقد انتهى الموضوع. قضي الأمر. نعم. كل شكر وتقدير لك. الله يعطيك العافية على التواصل معنا اليوم. الله. تحدثنا عن الدائرة الثالثة باكر راح نتكلم عن الدائرة الرابعة. تابعونا في برنامج المرصد. قواك الله. الله يحييك.